أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ثم رددناه أسفل سافلين. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس صدق الله العظيم.